تتواصل الفعاليات الثقافية ضمن مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير. وتضمنت الفعاليات كرنفال السيرك الذي قدم العديد من فقرات السحر والرقصات الفنية وسط حالة من البهجة والفرحة. وسط حضور جماهيري كبير انطلقت الفعاليات الثقافية ضمن مهرجان العالمين الجديدة والتي بدأت بكرنفال السيرك، حيث تضمن العديد من فقرات السحر والرقصات الفنية. الفعاليات الثقافية تأتي ضمن برنامج أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر حالة من البهجة والفرحة على جمهور العالمين الجديدة. الهيئة بتشارك ب 17 فرقة مختلفة ومتنوعة في الموسيقى والفنون الشعبية والطنورة وإلى آخره من مختلف أقاليم مصر. احنا بادئين من أسوان، سوهاج، الحرية، الشرقية، يعني كل هذه الفرق المختلفة المتنوعة بتدي حالة من الزخم والتنوع، بتحس انك شايف مصر كلها. يعني الناس بتتفاعل بطريقة جميلة جدا مع مكان جميل، مدينة سياحية على أرض مصر، شرفت مصر كتير قوي وسط الناس أجانب وسياحة، وهتفتح مجالات كتير قوي. السيرك القومي حاجة مختلفة الناس بتشوفها مش موجودة في الحياة الطبيعية. زي ما انت شفتوا طبعا الفقرات اللي قدمناها كرنفال، من فقرة جونجلير، فقرة ساحر، فقرة سيف وخنجر. كرنفال السيرك هو من الفقرات الهامة التي تتضمن عددا من الحركات التي يحرص المشاركون فيها بتنفيذها وسط مشاركة الأطفال والعائلات الذين عبروا عن فرحتهم بأجواء مهرجان العالمين الجديدة، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الفعاليات القادمة خاصة مهرجان الأطفال. حاجة جميلة بصراحة، وبتفرح الأطفال زيادة، يعني بتحسسهم برضو إن هو في اهتمام بيهم. يعني كل حاجة بصراحة، كل حاجة فيها ممتازة. يعني حضرنا السنة اللي فاتت المهرجان، والسنة دي بصراحة لا جميلة، من حفلات للترفيه، كل حاجة بصراحة تحفة. جيت أنا بصراحة بالصدفة النهاردة، كنت موجود وعرفت بالصدفة، وطبعا استنيت لأن أولادي بيستمتعوا بحاجة زي كده، جو جميل بالنسبة لهم بصراحة، حاجة كانت مبهجة بالنسبة لهم جدا. يعني الواحد مبسوط جدا بالأجواء. البحر هنا حلو قوي، وبروح الحفلات الكتيرة الموجودة. فعاليات متنوعة مستمرة طوال مهرجان العالمين الجديدة الذي يعد الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، خاصة بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى، لتكون مدينة العالمين الجديدة مدينة الأجواء المبهجة والساحرة التي تخلق حالة من السعادة لدى زوارها ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين.